بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي، النهاردة إن شاء الله تجربة جديدة احنا هنعملها في أكاديمية المستقبل، اللي احنا نسجل الحصص المهمة. فأنا شايف إن شاء الله بأمر الله تعالى إن حصص المراجعة القادمة ما تبقى مراجعة شاملة زي النهاردة كده، مراجعة شاملة على مظاهر الجمال والشرح والمحفوظات للترم الثاني، أنا شايف إنها تسجل إن شاء الله. عشان كده أنا كتمت الصوت لأولادي وجعلت الدخول تلقائي ليكم، عشان اللي يخرج ويطلع يدخل براحته، ما يستناش موافقة مني، ما يستناش الويتنج. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله أولى الحلقات أو الحصص اللي هتسجل بأمر الله. إحنا هنسجل كذا حصة، أما أشوف إن الحصة مهمة لأبنائي وبناتي هبتدي أسجلها. حبيب قلب أستاذك، حبيبي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مراجعة شاملة لمحفوظات الترم الثاني. عشان أبقى شاطر حبيبي في المحفوظات لازم أتمكن من حاجتين، لازم أمتلك حاجتين مهمين جدا. إيه هما الحاجتين حبايب قلبي؟ أول حاجة أجيد مظاهر الجمال، أعرف أطلعها. محدش يرفع لي إيده يا براء من فضلك، أنا بعد ما أخلص حبيبي هفتح لكم الصوت يا بابا وهسمع الملاحظات والأسئلة. حبيب قلب أستاذك سيبني حبيبي شوف أنا عايز أدرك إيه النهاردة. يبقى مظاهر الجمال حبيبي، وكمان حاجة تانية لازم تتملكها ومهارة تانية لازم حبيب قلبي يكون متمكن منها، وهي شرح الأبيات. طيب أنا إزاي يا مستر هستخرج مظاهر الجمال وهشرح الأبيات؟ أحفظ مظاهر الجمال يا مستر وأحفظ شرح الأبيات؟ حبيبي أنا كده لو علمتك الحفظ والتلقين يبقى بضرك أكتر ما بنفعك. حبيب قلبي النهاردة بأمر الله تعالى على قدر الإمكان والوقت المتاح 40 دقيقة، بأمر الله هقدر أديلك مظاهر الجمال، ولو قدرت إن أنا كمان أديلك كيفية الشرح هديهالك. هناخد مظاهر الجمال النهاردة، ولو قدرنا ناخد شرح الأبيات يبقى تمام. مظاهر الجمال، أطلع مظاهر الجمال إزاي مستر؟ أنا أحفظها حبيبي؟ بعض مظاهر الجمال تتحفظ، و99% من مظاهر الجمال تذوق أدبي. إزاي أطلعها أنا، أفهمها أنا، أحسها أنا، أتذوقها أنا؟ إحنا حبيبي هنمشي على 3 مراحل. المرحلة الأولى يا مستر، المرحلة الأولى يا حبيبي نتعامل مع الكلمة. مش هعمل لك هرم، هعملها لك عبارة عن 3 أجزاء. يبقى الجزء الأول يا أحمد يا إبراهيم نتعامل مع الكلمة، أتك على نفسي وأتعامل مع الكلمة. طيب يا مستر والحاجة التانية؟ أتعامل مع الكلمة والكلمة. إيه ده يا مستر؟ إيه الكلمة والكلمة؟ يعني علاقة الكلمة بالكلمة. يعني هنا هشتغل على كلمة واحدة، هنا هشتغل على كلمتين، كلمة وعلاقتها وأثرها على كلمة حبايب قلبي. تالت حاجة يا بابا هنتعامل مع الأساليب، وهنطبق الكلام ده كله قلنا على قدر الإمكان يا ابني ويا بنتي، على قدر الإمكان والمتاح ليا من وقت وهنكمل بعدين. يبقى الأساليب عندي أساليب كتير وهتكلم عنها دلوقتي. طيب يا مستر نتعامل مع الكلمة إزاي؟ حبيب قلبي لو تلاقيت الكلمة فاعل ماضي قل لي فاعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت. تمام، لو تلاقيته فاعل مضارع قل لحبيبي يفيد التجديد والاستمرار. حبيبي مستر الكلام ده كبير. كبير ايه يا حبيب قلب استاذك؟ بص على سنة تالتة في المنهج الجديد، التجديد والاستمرار.
يا حبيبي بناخد بنديلهم الحاجات دي، بنعمل لهم فيديوهات كمان على القنوات بتاعتنا. حبيبي لو اتلقيت الكلمة فعل ماضي أقول يفيد الاستقرار والثبوت، اتلقيت الكلمة فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. طيب يا مستر لو اتلقيتها أمر هناخده في الأساليب حبيبي، أسلوب الأمر، والفيديو هيبقى معاك راجعه كذا مرة حبيب قلب أستاذك. تمام. طب افرض يا مستر اتلقيتها اسم، مش عايز اديها لك في سنة رابعة المفرد والجمع، مش عايز اديها لك، انا عايز ادي لك اما تبقى الكلمه فعل ماضي او فعل مضارع. ماضي يا ياسين يفيد الاستقرار والثبوت، مضارع يا براء يفيد التجديد والاستمرار. تمام، احفظها كده يا مستر. اه طب ما انت بتحفظني اهو، قلت لك 99% فهم وفي 1% حفظ، اللي هي التكات دي، المفاتيح بتاعت مظاهر الجمال دي. جميل قوي. علاقه الكلمه بالكلمه أخدناها كتير، لا إما الاتنين معنى واحد، معنى واحد بنسميه ترادف، نقول يوضح المعنى. طيب يا مستر لو اتلاقيت الاتنين عكس بعض، برافو عليك، اسمها تضاد. يا سلام يا ليان، تضاد يؤكد المعنى ويقويه. أخويا وأختي، ماما وبابا، قال لك ويوضحه ويقول، قول اللي تقوله. أنا عايز أهم حاجة في سنة رابعة يا حبيب قلب أستاذك تعرف لي إن في علاقة اسمها تضاد، تعرفني إن في علاقة اسمها ترادف، وتعال لنا في خمسة في المستقبل بعد كده وهنعلى بيك أعلى. الحكاية كلها بيت باي بيت حبيبي، خطوة خطوة. طيب يا ابني بس كده يا مستر؟ لا حبيبي، ما ممكن تبقى الكلمة مكررة، يعني الكلمة علاقة بالكلمة. ازاي يا مستر؟ هقول لك يا حبيب قلب المستر، تكرار. زي ما يجي يقول لك ابدا لن تستكيني ابدا، مش اتكررت هنا؟ اه يا مستر فهمت كده، برافو عليك. هتقول لي يفيد التوكيد، عايز تقول التأكيد أصبت الهدف. تمام، يبقى علاقة الكلمة بالكلمة ترادف أو تضاد أو تكرار. ترادف الاتنين معنى واحد، يبقى يا حبيب قلبي نقول ترادف يوضح المعنى. اتنين عكس بعض نقول تضاد يؤكد المعنى ويقويه. اتلاقيت الكلمة بنفس المعنى بنفس الحروف بنفس التشكيل بنفس كل حاجة متكررة، قول لي يا بابا في التوكيد أو التأكيد، تأكيد المعنى وتوكيده. 10/10 كده. جميل، ناخد 3 الأساليب بس كده يا مستر. اه يا حبيب قلب قلب المستر، في كمان هناخد تعبير يدل على ده بعد ما تخلص ده كله وهنطبق دلوقتي عملي. الأساليب عندي حبيبي، عندي أسلوب النهي. تعال ناخد الأساليب في شريحة تانية عشان تبقى واضحة ليك. الأساليب عندي يا حبيب قلب أستاذك، وخلي الفيديو ده مرجع معاك يا حبيبي بالله عليك، خلي الفيديو ده مرجع معاك. الأساليب يا بابا عندي أساليب الأمر والنهي. إيه ده يا مستر؟ أنت جايب لي الاتنين مع بعض؟ أيوه يا حبيب قلب المستر، لأن دول بنسميهم أساليب الطلب. بطلب منك حبيبي، الأمر يا بابا بطلب منك تعمل شيء معين، صلي صلاتك، صوم رمضانك، اقرأ كتابك. تمام، يبقى ده فعل أمر يا بابا، بطلب منك تعمل حاجة. أما النهي يا حبيب قلب أستاذك، بطلب منك الامتناع عن فعل شيء معين، الامتناع عن فعل شيء معين. إيه ده يا مستر؟ أمتنع إزاي؟ بتستخدم لا النهية اللي أنا شرحتها لحبيبي الحصة اللي فاتت وفرقها عن لا النافية، وحط بعدها فعل مضارع، لا تلعب في الشارع، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تفطر في رمضان، لا تنسى قراءة قرآنك. حبيب قلبي الأمر والنهي 4 حاجات، لا إما حبيبي بقول الأمر والنهي، اتلقيت أمر أو نهي من كبير لصغير، نصح وإرشاد يا حبيبي. خلاص؟ تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة اتلاقيته
من الصغير للكبير. ايه ده يا مستر؟ احنا هنؤمر بابا. يا حبيبي هتؤمر بابا ازاي يا حبيبي؟ الله، طب ما انت بتقول لبابا هات المصروف. يا مستر ده قصدك لفظا. بس معناها ايه؟ الرجاء والتوسل والتمني. تمام يا مستر، انا معاك، وهراجع الفيديو كذا مره وهوقفه واشغله وهشتغل بالورقه والقلم وحته مظاهر الجمال دي، هطلع من اكاديميه المستقبل فاهمها يا مستر. شكرا لك يا مستر. تمام، ثلاثه من الله للعباد. حبيبي حاجتين، تكليف ولو قلت لي نصح وارشاد صح. تمام، اربع حاجات هم الرابعه من العباد لله، وده مننا لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دي أفعال أمر. ولو استخدمت نهي كمان من القرآن الكريم يا حبيبي، ده يبقى ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حبيب قلبي، ما ده دعاء، يبقى من العباد لله غرضه الدعاء والتوسل. قلت التضرع براحتك حبيب قلبي. يبقى الأساليب يا بابا، أول حاجة أخذناها أساليب الطلب اللي هو الأمر والنهي. طيب يا مستر، في أساليب تانية؟ أيوة يا قلب المستر، عندي أسلوب يا ابني اسمه أسلوب التأكيد. وده إيه يا مستر؟ تلاقينا إما مؤكد بإن أو أن، وده هنشوفه دلوقتي. إني رأيت نملة، يبقى ده أسلوب مؤكد بإن على طول. أقول أسلوب مؤكد بإن، خدت الدرجتين، ومن غير الدرجتين اتأسست عشان مواطن الجمال، ومن غير الدرجتين اتأسست عشان البلاغة في الثانوية العامة. يبقى أسلوب مؤكد بإن أو أن، وكمان حبيبي عندي أسلوب مؤكد بقد، وهتلاقي لها اخواتها، لقد فقد وقد. حبيب قلب استاذك، اي حاجه من دول او الاسلوب مؤكد بقد. تمام، في كمان تاكيد يا مستر. حبيب قلب، اسلوب النفي تاكيد، وكمان التقديم والتاخير تاكيد. انا مش عايز منك في سنه رابعه الا تعرف الاثنين دول بس. يبقى يا حبيبي عندي دلوقتي ثلاثة تأكيد. ازاي يا مستر ثلاثة تأكيد؟ ده اتنين بس. ليه؟ انت نسيت التكرار، تكرار الكلمة، ما هو يفيد التأكيد. تمام يا مستر، فهمت كده، انت بتجمع لي التأكيد مع الكلمة والأساليب. ايوة يا بابا. تاني حاجة حبيبي، المؤكد بإن أو أن، صح كده؟ تمام حبيب قلب أستاذك. تالت حاجة يا بابا، المؤكد بقد حبيبي. تمام، واخواتها بقى، لقد فقد وقد، ولا ايه يا براء يا رائد الفضاء؟ تمام، نكمل حبيبي. تلاميذ وتلميذات أكاديمية المستقبل، أخذنا الأمر والنهي، وأخذنا بعد كده حبيبي أساليب التأكيد المقررة عليك، المؤكد بإن أو أن، والمؤكد بقد. حبيب قلب أستاذك، علاقة الكلمة بالكلمة، وأخذنا كمان التعامل مع الكلمة. الفعل الماضي يفيد الثبوت والاستقرار، الفعل المضارع يفيد التجديد والاستمرار. في أساليب تانية يا مستر؟ طبعا يا حبيب قلب المستر، أما أقول لك أسلوب النداء، أسلوب النداء تبع المنادي والمنادى عليه. مين بينادي وينادى على مين؟ يعني أنا لو بنادي على مصر هقول لفت الانتباه؟ لا، هقول يبين شدة حب الشاعر لمصر. يبقى حبيبي لو تلاقيت الشاعر ينادي، نقول أسلوب نداء يبين شدة حب الشاعر لشباب العلم، أبناء مصر، بينادي على مصر نفسها. أقول يا مصر، اسلوب نداء من الشاعر يبين شدة حب الشاعر لوطنه مصر، لمصر. وانا معودك معايا حبيبي الفترة اللي فاتت
اللي انا اعلمك يا بابا يبقى لك اسلوبك، انا بدلك المفتاح وانت انطلق يا بابا. حبيب قلبي ده اسلوب النداء، لما يكون الشاعر بينادي تمام قوي. طيب اما اكون انا بنادى على حد، يعني مثلا فتاة تنادى على فتاة، صبي ينادى على صبي، الشاعر بيتكلم على لسان حد، انسان ينادي على انسان، يبقى حاجتين لفت الانتباه، ولو قلت لي شدة الحب يبقى تمام. تمام كده؟ تمام. طيب انا اما نادي انادي على شيء، ده الشاعر لما يجي ينادي هنا، اما انسان بينادي على انسان، طب اما انسان ينادي على شيء، ينادي على شيء، هنقول اسلوب نداء شبه الشاعر كذا بانسان ينادي عليه. زي في نص نور القمر اللي هناخده دلوقتي، يبقى ده اسلوب النداء حبيبي. طيب انا مش هطول معاك اكتر من كده في مفاتيح مظاهر الجمال اللي عايز اديها لك، ولو قابلنا حاجه تانية اثناء التطبيق على منهجنا، اثناء التطبيق على الترم الثاني اللي انا وعدتكم النهارده ان احنا نراجع حبايبي، يلا بينا بابا ونبدا مع ايهاب عبد السلام، وانتوا كلكم عارفين ان استاذ خضر يعشق ايهاب عبد السلام لانه شاعر محترم. تعالوا كده حبايبي وهنطبق مظاهر الجمال واحده واحده على النص الرائع ده، اني رايت نمله حبيبي. هنبدا الاول بالكلمه، الولد علي عفيفي هيتجن ويقول لي يا مستر اسلوب مؤكد بان اهو شاطر حبيبي، بس اتك على نفسك واتقلي يا ايتن. اول حاجه في افعال ماضي او مضارع اني رايت، اهي اقول له فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت، عشان تدعينا يا ابني في اعدادي، عشان تدعينا يا ابني في اكاديميه المستقبل في اعدادي مواطن الجمال، بنديلك مواطن الجمال ومفاتيح مظاهر الجمال وهو مواطنها وانت في سنه رابعه ابتدائي يا حبيبي بشيء مبسط في اكاديميه المستقبل. اني رايته فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت. حبيب قلب استاذك شكرا ليك. في افعال تانية، نمله في حيره بين الجبال، جميل قوي. لسه يا مستر ما فيش افعال خلاص، تعال علاقه الكلمه بالكلمه، في كلمتين معنى واحد، يعني رايته في شاهدته، لا حيره في ثبوت، لا ما فيش يا مستر خلاص. يبقى علاقه الكلمه بالكلمه تضاد او ترادف او تكرار، ما فيش. خش على الاساليب يا مستر، اتلاقيت اسلوب مؤكد بانه اهو، يبقى ده اسلوب مؤكد بان، جميل قوي. حبيب قلبي قلت لك قبل كده وما قلتهاش في شرايح المفاتيح، لان حبيبي سبتها حبيبه ما نيجي نتعامل، اما تيجي يا بابا تطلع مظاهر الجمال بعد ما تتعامل مع المفاتيح دور على الخيال. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا جاب صفة من صفات الإنسان ووصف بها شجرة، وصف بها القمر، وصف بها الشارع، وصف بها السيارة، وصف بها السحابة، هتقابل كتير يا حبيبي، وحبك في اللغة العربية هتقرأ كتير. حبيبي هنا إني رأيت نملة، اسلوب مؤكد بإن، عايز تقول يؤكد على رؤية الشاعر لنملة، قول، مش عايز تقول كتر خيرك، حاجة جميلة والله. طيب في حيرة، حيرة يعني اضطراب وتردد، تمام. يبقى شبه النملة بإنسان يتردد، لأن الحيرة والتردد أمور عقلية متعلقة بالعقل، والنملة ما عندهاش عقل، ده عندها غريزة، تمام. يبقى إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، شبه النملة بإنسان في حيرة وتردد بين الجبال، جميل حبيب قلب أستاذك. في تاني يا مستر؟ تمام. لو جينا قلنا بقى، شوف بقى الحسد بتاعنا، نملة بين الجبال، شوف هنا
تدل على الصغر، وهنا تدل على الكبر، هنا نملة وهنا جبل كبير، تدل على دقة ملاحظة إيهاب عبد السلام لمشاهدته نملة بين الجبال، تدل على شدة ملاحظة الشاعر: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال لم تستطع حمل الطعام. مستر انت نسيت حتة فوق. انا ممكن بعد ما اخلص كده اقول البيت كله تعبير جميل يوضح فيه الشاعر بداية قصته، انه رأى نملة وهيبتدي يحكيها. انا فهمتك يا مستر، قول يا حبيبي. يعني يا مستر عايزني اتعامل الاول مع الكلمة، تمام، وبعد كده علاقه الكلمه بالكلمه، تمام، بعد كده اساليب، تمام، وبعد ما اخلص كل ده واطلع اللي طلعه اقول يا حبيب قلبي تعبير جميل يدل على. طيب افرض ما فيش ولا كلمه ولا علاقه كلمه بكلمه ولا اساليب، اشتغل على تعبير جميل. طب افرض في كلمه وفي كلمتين لهم علاقه ببعض، وكمان في البيت أساليب أو في الحديث الشريف أو في الآية الكريمة، برضو بعد ما تخلص كل ده وتطلعه قل لي تعبير جميل. يعني يا مستر ممكن أطلع من البيت 5-6 مظاهر جمال. طلع يا حبيبي، يا حبيبي أنت بتتعلم معانا كيفية التعامل مع اللغة وليس حفظ منهج مرحلي سنة ولا حاجة. لا يا حبيبي، ده هيفيدك في 5 و6 إن شاء الله. لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، تمام. تستطع هنا فعل مضارع، لو قلت لي يفيد التجديد والاستمرار أصبت الهدف زي ما قلت لك في الأول. لم تستطع حمل الطعام، ما قدرتش تشيل الطعام، يلا ده بيدل على إيه؟ أيوة يا حبيبي، لو قلت لي يدل على ضعف النملة صح أمام الطعام الثقيل صح، ولو قلت لي يدل على ثقل الطعام بالنسبة لقدرة النملة صح. المهم تعبر لي إن النملة مش قادرة تشيل الطعام، لم تستطع حمل الطعام، حملة يعني رفع الطعام وحدها فوق الرمال. كلمة وحدها تدل على وحدة النملة، وأن النملة وحيدة تبحث عن طعامها بمفردها. وحدها فوق الرمال بعيد عن المجموعة النمل بتاعتها، تمام. إني رأيت نملة في حيرات بين الجبال لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. نادت على أخت لها، نادت فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت، بالله عليك يا حبيبي لا تحفظها، هي والمضارع، جميل. نادت على أخت لها، نادت أي رفعت صوتها منادية. إيه ده يا مستر، هو في نملة بتنادي؟ يا حبيبي لو اعتبرتها ان النمل يتحدث مثلما ذكر في القرآن الكريم في سورة النمل انت تمام، ولو قلت لي شبه النملة بإنسان ينادي على أخته لقد أصبت الهدف لغويا حبيب قلب أستاذك. يبقى نادت على أخت لها، أختها معدية قامت مناديالها، شبه النملة بإنسان يطلب المساعدة، جميل، تعينها تساعدها، تعينها فعل مضارع يفيد الاستمرار والتجديد. وتاني حاجة يبين غرض النملة من النداء، فإنها تطلب المساعدة، هلب مي، جميل. فالحمل مال، الحمل مال أي انحرف، ده تعبير جميل يدل على ثقل الحمل، ثقل الطعام. لم تستطع حمل الطعام، تعبير يدل على عدم قدرة النملة رفع الطعام وثقله. هنا برضه فالحمل مال، تأكيد ان الحمل تقيل لانه قرر المعنى، فالحمل مال. لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على اخت لها تعينها فالحمل مال. اوعى يا حبيبي تقول لي تكرار كلمة الحمل، يا بابا دي حملي، ده غير الحمل، حمل الطعام غير حمل الطعام، التكرار نفس الكلمة، نفس التشكيل، نفس المعنى، نفس الهدف بالضبط، تكرار يفيد التوكيد، هنقابله يا حبيبي. نادت على أخت لها تعينها، لهذا السبب
نادت النملة على أختها. فحبيبي لو قال لي تعينها ده نتيجة للنداء أو نتيجة لمعاناة النملة، فجملة تعينها نتيجة لمعاناة النملة في حمل الطعام وحدها فوق الرمال، فالحمل مات، لم تستطع حمله، الاتنين ما قدروش يشيلوه. وقلت لك حبيبي لو قلت لي أسلوب مؤكد بالنفي أو أسلوب النفي يفيد التأكيد يبقى تمام، أسلوب النفي يفيد التأكيد أو التوكيد، الاتنين صح حبيبي ليك، تمام. لم تستطيع حمله، كده أكدنا إن الطعام فقير، لما تستطع هما الاثنين حمله، تذكر فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت، تذكر قولا يقال، يقال يفيد التجديد، أهو التجديد والاستمرار، يقال حكمة تقرر وتجدد وتستمر على ألسنة الناس. حبيب قلب أستاذك، تذكر قولا يقال، تذكر ونسي وفهم وعرف، دي أفعال بشرية، دي قدرات إنسانية. تذكر، أيوة برافو عليك يا براء، يبقى شبه يا ياسين النملتين بإنسان يتذكر، تمام. تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم، فعل أمر غرضه النصح والإرشاد، ده حكمة، قولا يقال يعني حكمة، يبقى نصح وإرشاد يا حبيب قلب أستاذك. تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم، فالخير يأتي بالوصال، الخير يأتي بالوصال، نتيجة الوصال هو الخير يا حبيبي، فالتعاون يأتي بالخير، الوصال يأتي بالخير يا حبيبي. يبقى هنا يبين أثر التعاون في نشر الخير على الناس. الله أكبر، الله أعظم، العزة والدوم لله، نادت على إخوانها، جميل، يبقى صح كده، برافو عليك، فعل ماضي يفيد الاستقرار، وكمان شبه النملة بإنسان ينادى على إخوانه يطلب المساعدة منهم. جاءوا جميعا بالحبال، جاءوا يا دوب لسه بتنادي، جاءوا السرعة دي، يبقى جملة جاءوا جميعا بالحبال تفيد سرعة الاستجابة، تفيد سرعة الاستجابة للنداء. يا بابا النمل من الكائنات التي هي رمز للتعاون، نادت على إخوانها، جاءوا جميعا بالحبال، جاءوا جميعا تعبير يفيد سرعة الاستجابة، جروا معا طعامهم، جروا معا طعامهم، جروا يعني سحبوا حبيب الله، جروا معا طعامهم، تعبير جميل يفيد تعاون النمل مع بعضه البعض. الله عليك، لم يعرفوا شيئا محال، اسلوب مؤكد بالنفي يؤكد على عدم يأس النمل. سهلة يا مستر، سهلة قوي يا حبيبي، ما تخافش، قول قول يا حبيبي وافهم وطبق، حتى لو ما لحقناش في الميتنج ده يا بابا كمل انت بقيت المحفوظات بتاعت الترم الثاني على نفس النظام مظاهر الجمال. لم يعرفوا شيئا محال، تعبير جميل يا حبيبه، غير ان هو اسلوب مؤكد باسلوب النفي، تعبير جميل يفيد عدم يأس ويوضح إصرار واتصاف النمل بالإصرار على فعل العمل اللي بيقوم به، إصرار وتحدي يا حبيبي، بنسميها عزيمة يا حبيب قلب أستاذك. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم، فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها، جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال. كده خلصنا النشيد الأول، النص الأول، الجزء الأول من حصتنا النهاردة. نكمل حبيبي، أحببت نورك يا قمر. دكتور معاطي نصر يا حبيبي، قلت لك دكتور جميل، كان عميد كلية التربية في دمياط. أحببت نورك يا قمر، فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر،
حبيب قلب أستاذك بدر تلألأ قد ضرر، وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. حبيب قلب أستاذك بعد ما احنا اشتغلنا على إني رأيت نملة، هتلاقي نفسك الحكاية سهلة شوية دلوقتي. تعال نشوف أحببته، اشتغل على الكلمة بقى يا ابني، أحببته، برافو عليه. هتقول لي ده فعل ماضي، يا سلام يا مستر، بنستخدم النحو في البلاغة، بنستخدم النحو في مظاهر الجمال. أيوة يا حبيبي، كله مترابط بيكون مبنى كبير اسمه اللغة العربية. أحببته فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت. حبيبي وحبيب أستاذك وحبيبنا في أكاديمية المستقبل، هو بيثبت إيه وبيخلي إيه مستقر؟ ما أنا لو قلت أحببته فعل ماضي يفيد استقرار وثبوت حب القمر في قلب الشاعر، يا سلام عليك ويا سلام عليكي. أحببت نورك يا قمر، ده دي كلمة في الشطر، ده في كلمتين أو في الجملة. أحببت في كرهت، لا أحببت مكررة، لا أحببت مثلا هويت أو حاجة معناها، لا. طيب نشوف بقى أساليب. أحببت نورك يا قمر، يا قمر اسلوب نداء، الشاعر بينادي على مصر، لا ده الشاعر بينادي على شيء. قلت لك يبقى شبه القمر بإنسان ينادى عليه ويبين شدة حب الشاعر للقمر. احفظ وافهم وطبق حبيبي. أحببت نورك يا قمر، أنا ماليش دعوة بمظاهر الجمال اللي مكتوبة في استاحة التلميذ، بيعاملك على إنك قدرتك ضعيفة. حبيبي بيديلك على اللي يتماشى مع كل الناس، أنت مميز، أنت مميزة. أحببت نورك يا قمر فوق الربع، قلنا يا قمر، هعيدها تاني اهو، وانت بقى عيد الفيديو كذا مرة. يا قمر اسلوب نداء شبه فيه الشاعر، معاطي نصر، القمر بإنسان ينادى عليه وهو يدل على شدة حب الشاعر للقمر. ما هو ما ينفعش اقول لفت الانتباه لان القمر مش انسان، بس اما بننادى على خضر ونقول يا خضر، يبقى ده اسلوب نداء غرضه لفت الانتباه واستعداد كده، بنلفت انتباهك عشان انصحك، بلفت انتباهك عشان أمرك، بلفت انتباهك عشان أنهيك، وهكذا. حبيبي أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، الله عليك أما تقول لي فوق تحت، الكلمتين دول عكس بعض. تضاد يا مستر تضاد، يؤكد المعنى ويوضحه، يؤكد المعنى ويزيد جمالا، يؤكد المعنى ويقويه. قول اللي تقوله، أنا الخضرة بطالب عايزك تقول لي تضاد وقول اللي تقوله بعد كده، يبقى كتر خيرك كتر خيرك. بعد كده أخلص اتنين على اتنين، برافو يا ليان، برافو حبيبتي. قالت لي لا، ده جنة بتقول لي لا وبتشاور لي بتقول لي لا. ليه بقى لا؟ لأني لازم أقول تعبير جميل يا مستر، ده أنا كده بقى بطلع حاجات كتير، ما تطلع وتبين شغلك ومستواك. البيت كله تعبير جميل يوضح شدة حب الشاعر للقمر. ولو قلت لي فوق الربا تحت الشجر، ده فوق الربا والمرتفعات، وتحت الشجر ايه ده يا مستر؟ ده أماكن كتير قوي بيطلع فيها القمر. برافو عليك، تعبير جميل يوضح انتشار القمر على الأرض حبيبي، وانتشار نور القمر على الأرض، فهو فوق الربا وتحت الشجر وفي الشوارع والصحراء والأماكن المزروعة. ايه الجمال ده؟ في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر. طيب يا مستر نشوف أفعال ماضي ومضارع، ما فيش يا مستر. طب نشوف كلمتين معنى واحد، ما فيش يا مستر. الله، طب نشوف كلمة مكررة، روضة دي انت، ما فيش يا مستر. طب نشوف أساليب، الله الله الله، ده ولا في نداء ولا في استفهام ولا في أمر ولا أمال إيه يا مستر؟ قل لي يا حبيبي تعبير جميل يوضح الأماكن التي يظهر فيها القمر. هو احنا هنغلب حبيبي؟ ما تلاقيتش حاجة خالص، أو تلاقيت خش على تعبير جميل على طول، قول لي تعبير جميل يوضح الأماكن التي ينتشر فيها القمر. بدر تلألأ قد ضرر، الله الله عليك يا معاطي يا نصر. بيقول لك يا حبيبي بدر تلألأ، كاف الكاف هنا بابا
كفي التشبيه، أداة تشبيه يا بابا، وانت هتاخد التشبيه في الثانوية العامة في السنة أولى، هتاخد التشبيه حبيبي. بدر تلألأ كالذرة، شبه القمر بالجواهر وهو يبين شدة ضوء القمر. تيجي سما تقول لي لا ده يبين شدة جمال القمر، صح؟ أم الخضر قال ليبين أهمية القمر عند الشاعر فهي كاللآلئ بالنسبة للبشر. الله، صح. المهم عندي تقول لي يا بابا شبه القمر باللآلئ والدرر والمجوهرات، وقول لي بعد كده اللي انت حسه اللي انت فهمه اسمه تذوق أدبي يا أحلى تلميذ في الدنيا وتلميذة. وسط الدجا، الله، وسط الظلام. إذا يا مستر ده أول ما قرأتها حسيت الدنيا عتمت عليا حبيبي، يبقى حسيت الكلمة. وسط الدجا تعبير جميل يوضح أهمية القمر عندما ينتشر الظلام. وسط الدجا يهدي، اوعى يهدي وتقول لي دي تكرار مع دي، اوعى يا حبيبي. ده دي يا بابا يهدي يعني يرشد ويدل، ودي يهدي يعني يعطي بدون مقابل. حبيبي ما تدخلش الأمور في بعض بالله عليك. يهدي البشر شاب، آسف تلقلقى هنا فعل ماضي فضل استقرار، استقرار جمال القمر وانتشار ضوءه إلى أن يقوم يوم القيامة. يهدي أو يهدي الاتنين دول فعل مضارع، أو يرسم حبيب قلبي يفيد التجديد والاستمرار. يهدي البشر شبه القمر بإنسان يدل ويرشد البشر في الظلام، في ظلام الليل، في صحراء أو في أي مكان. حبيب قلب أستاذك تعبير جميل، البيت الثالث كله تعبير جميل، يدل على شدة جمال وأهمية القمر. في النهر يرسم لوحة، من اللي بيرسم؟ القمر؟ قمر إيه اللي بيرسم؟ ده يرسم، ده فعل بشر يا مستر. طيب حاضر يا جنة، فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار يا ياسو. حاضر حبيبي، حاضر يا خالد، تمام كده، يرسمه جميل حبيبي، فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. طيب يرسمه لوحة، هي الاثنين شبه الشاعر القمر بإنسان يرسم لوحة جميلة يا ياسو يا حبيبي. في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، شبه يا بابا القمر بإنسان يهدي صور جميلة للطبيعة للناس والبشر، يهدي لنا أحلى الصور. وأنا في الشرح عملت فيها بيكاسو وقعدت ارسم، قال يعني دافنشي. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. الله عليك يا ياسين، وانت بتقول لي تكرار كم سرنا يفيد التأكيد يا مستر، تأكيد فرحة الشاعر بالقمر. يا سلام عليك يا خالد يا قمر، وانت بتقول لي يا مستر ده اسلوب تعجب يفيد شدة تعجب الشاعر من جمال القمر. يرد علي حبيبي كمان، او واحدة حبيبتي تقول لي يا مستر ده تكرار التعجب يا جنة يا قمر يفيد التأكيد والتوكيد. الله، ده مظاهر الجمال سهلة. عارفة هتبقى سهلة امتى يا جنة يا اللي نمتي مني؟ اما تقعدي مع بابي ومامي النهاردة وتشغلي حبيبتي الفيديو بتاعنا اللي أكاديمية المستقبل هتسجل لك حبيبتي في اللغة العربية ليكي، هتسجل لك الحصص اللي أستاذ خضر شايفها مهمة، وتقعدي مع ماما وتمسكي الورقة والقلم النهاردة وتراجعي انت وسمسمة كمان. حبيب قلبي انا خلصت يا حبيبي مظاهر الجمال وطبعا